مدينة صور جنوب لبنان كانت على موعد مع لقاء السيد حسن نصر الله الذي أطل خلال المهرجان الانتخابي الذي نظمه حزب الله، حيث توافد عشرات الألاف لتجديد العهد والبيعة والتأكيد على خيار المقاومة في هذه المحطة المفصلية. اليوم مشهد عظيم للوحدة بين أهل الجسد الواحد. السيد حسن عندما يقود المقاومة ويؤازرها دولة الرئيس بري، فهذا يعني وحدة غير عادية بين أطراف المنطقة التي تقود المقاومة في جنوب لبنان ضد العدو الصهيوني. لذلك نقول الصوت لكم ولا نفرط بهذا الصوت، وندعو الجميع إلى أن يكونوا كما تحب يا سيد المقاومة، ونحن في الساحة لا نتركها أبدا لغيرنا، لأن ترك الساحة للغير يعني خذلان للدماء التي أريقت في سبيل الانتصار وفي سبيل حفظ ما قمنا ببذله من جهود لتحرير هذه الأرض. المقاومون دائما حاضرون سواء بالصوت أو بدعم المقاومة أو بالمقاومة المباشرة للعدو الصهيوني. سيل بشري رسم قاعدة الصمود بوحدة قراره، واثقا بخياراته. كلنا يد واحدة وكلنا مجتمعين، ونحن مع المقاومة وفدا المقاومة من هلا ليوم الساعة. نحن دائما على الخط وأوفياء لهذا النهج، إن شاء الله مستمرين نحو مزيد من الانتصارات والتوفيق إن شاء الله والمشاركة الفعلة. أطل السيد نصر الله بوعد حفظ الدماء وكل التضحيات. المقاومة ضمانة وطنية التي لا يمكن أن يتخلى شعبها عنها على الإطلاق، فمقاومتنا ليست للبيع، قالها السيد نصر الله، وهي تعني وجودنا وعزتنا وكرامتنا، وهي الأمل والوفاء التي ستلاقيها صناديق الاقتراع. اليمين ضد حملة المقاومة، هولي كل عمرهم معروفين انه عملاء لأمريكا ولإسرائيل وضد الشعب الفقير. فنحن من كلمة السيد حسن بنقول هيدا السلاح دافعين حقه دم، نحن ما بالهين انه نتركه ولا بنتركه. يعني للمقاومة لمين بنصوت؟ بالدم وبالروح وبكل شيء بنصوت للمقاومة. اكيد نحن بنعطي صوتنا للسيد يعني طبعا اجباري، وبعدين بنقول انه هو سماحة العشاء وهو سماحة الحامي للدماء، واكيد نحن ما بنتركه، وبالنهايه شو ما بدهم يعملوا يعملوا، يعني صوت الحق بالنهايه بده يبين، ومنأيده بالدم وفاء للشهداء طبعا. بهذا الحشد الجماهيري جدد اهالي الجنوب اللبناني وفاءهم للمقاومه وسيدها، وفاء تعمد بالتضحيات ودماء الشهداء ليرسم مشهد التحرير والنصر ويكمل طريقه في مختلف ساحات المواجهه. ترقب خارجي ورهان داخلي، اسبوعان يفصلان البلد عن رسم خارطه التوازنات الجديده ليوضح هذا المشهد الجماهيري المنتشر على كامل مساحه الوطن حجم الدعم والتأييد للمقاومة وخطها، ومعه تتغير المعادلات. من مدينة صور جنوب لبنان، حسين عياد، قناة وبلادي.